أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أسعد الله مساءكم. يتجدد بنا اللقاء معكم كل يوم ثلاثاء في تمام الساعة 11 مساء وبرنامجكم صوت الناشئين. طبعا في البداية أحب أنعي شعب مصر وننعي أنفسنا جميعا بوفاة الرئيس السابق قائد الضربة الجوية السيد الرئيس محمد حسني مبارك. طبعا بندعي له بالرحمة، وطبعا زي ما قلنا وكما زي ما الدنيا عارفه كل انسان له ما له وعليه ما عليه. رحمه الله على السيد الرئيس محمد حسني مبارك. طبعا برنامج صوت الناشئين هو برنامج كل انديه ممتاز ب والممتاز الف وكل مراكز الشباب، يعني احنا بنلقي الضوء على كل ما هو سلبي وعلى كل ما هو ايجابي. يعني بنرفع القبعة لكل شيء إيجابي وبنتكلم على سلبيات كتير جدا. طبعا الأحداث المؤسفة اللي كلنا شاهدناها من عدم حضور فريق نادي الزمالك للملاقات الأهلي في بطولة الدوري طبعا شيء يعني مخزي، وللأسف مفيش حد بيفهم. للأسف ما اتفرجت زي كل السادة المشاهدين على كل استديوهات التحليلات اللي شغالة في المباراة، أنا ما شفتش فيهم راجل بيقول كلمة حق على مسؤوليتي الشخصية. أنا ما شفتش راجل بيقول كلمة حق، كله بيطبل للآخر. ليه؟ مش فاهم. والمصلحة مين؟ مش عارف. ما شفتش واحد، يعني في شيوخ ملقبين بالشيوخ، الشيخ كذا والشيخ كذا وكلكم عارفين الأسماء، انتظرت ان حد يتكلم كلمة حق او حد ينتقد، مفيش. كله خايف، كله قلقان، ما اعرفش، مع انهم كلهم اسماء كبيرة ونجوم كبيرة، وبعدين يعني سلبية في منتهى الاداء ومنتهى الكلام. كل الاستوديوهات التحليلية، كل اتفرجوا على البرامج تاني على اليوتيوب واتفرجوا واسمعوا، ما شفتش واحد عنده حيادية ولا عنده يعني احقاق للحق نقول كلمة حق ابدا ابدا. للأسف الكرة بتدار بشكل سيء في مصر، عشان كده احنا كل نتائجنا سيئة. يعني انا كان نفسي الاقي اقامات كبيرة كنت بكن ليها كل الاحترام والتقدير، ان حد يقول كلمة حق، حد ينتقد بشكل ايجابي، انا ما شفتش للأسف. انا يعني انا مش عارف، يعني بجد حزين على اللي احنا وصلنا له. مباراه عاديه جدا جدا بثلاثة بونت، ايه المشكله؟ وبعدين الزمالك راجع معنويا زي الفل، يعني النادي كسبان سوبر افريقي وسوبر المصري، ايه المشكله؟ ما تلعب وتخسر، ايه المشكله؟ لكن سمعه مصر. تخيل الحكم ده هيسافر بلده يقول ايه؟ وبعدين الحكم ده صفر صفاره وقعد 22 دقيقه واخد ما يعادل 400,000 جنيه مصري. ده هدار مال عام ولا مش هدار مال عام؟ واحنا بنقول اللي بنعاني وبنكح تراب. ما ينفعش. يا ريت تتقوا ربنا شويه. انتوا كنتوا بتحاربوا شاكوش وكزبره. طب ما تبصوا للمنظومات التانيه. يلا ليك يعني مصر ده ربنا سبحانه وتعالى. طبعا عندنا بعض الاخبار، يعني مش منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين يفوز على فلسطين 4-2 وتأهل للدور الربع النهائي لكأس العرب. طبعا تأهل منتخب مصر مواليد 2001 للشباب بقيادة كابتن ربيع ياسين إلى الدور الربع النهائي لكأس العرب المقام بالمملكة العربية السعودية بعد الفوز على كل من فلسطين 4-2 وعلى الجزائر بنتيجة 4-1، وتعادل مع المنتخب السعودي 2-2 وتصدره للمجموعة برصيد 7 نقاط. وسيلتقي المنتخب المصري مع نظيره العراقي وصيف المجموعه الاولى برصيد 4 نقاط، خلف يعني بعد تونس مباشره 7 نقاط، كما تأهل كل من العراق والبحرين وتونس والمغرب. طبعا دي بطوله مهمه جدا واستعداد جيد لمنتخب مصر قبل المشاركه في تصفيات كاس امم افريقيا، بنتمنى يعني هتقام في موريتانيا في شهر اكتوبر المقبل. بنتمنى كل التوفيق لكابتن ربيع ياسين، كابتن عبد الستار صبري، كل الجهاز الفني المحترم اللي بيشتغلوا بضمير. ويعني في بعض برضو التعقيب على الكابتن ربيع، في بعض اللعيبه ما تمش انضمامهم، لكن الراجل ماشي بشكل كويس ونتمنى له كل التوفيق في المرحله المقبله ان شاء الله. عماد النحاس المدير الفني لمنتخب المدير الفني لنادي المقاولين، يمكن تكون فتحه خير ويبقى مدير فني منتخب مصر يعني.
لان الكابتن عماد يستاهل. يعني كابتن عماد النحاس المدير الفني لفريق نادي المقاولين يسافر الى معسكر للاسماعيليه استعدادا لبطوله الدوري، وطبعا ضامم اثنين، تم انضمام اثنين من لعيبه قطاع الشباب، اللاعب محمد احمد الشهير بسيحه حارس مرمى 2001، واللاعب محمود تايسون المهاجم 2001، وده حاجات كلها بتحسب في قطاع ناشئين محترم بقياده الكابتن محمد رضوان. معلش انا اسف لو طولت في المقدمه، لكن انا زي كل اي مصري غيور وبيخاف على مصر وبيخاف على سمعه مصر، فيعني لو يعني اطلت فيها او ان انا مثلا كنت متعصب شويه فارجو المعذره، لان فعلا انا عارف ان البني ادم لازم يبقى في موقف لازم ياخده. اسمحوا لي هطلع فاصل وهستقبل ضيفين هيكونوا موجودين معايا. طبعا انا معايا ضيوف من فرقه نجوم مصر، نادي نجوم مصر المشهر حديثا، هيكون معايا مدير قطاع البراعم الكابتن فتحي عطيه عامر وبعض نجوم البراعم، وهيكون بعد الفاصل مباشره معايا اللاعب محمد تامر حارس مرمى الشمس 2006 ومنتخب القاهره، وشقيقه اللاعب عبد الله تامر اصغر لاعب هاندبول في مصر مواليد 2010. نروح الفاصل ونرجع لكم تاني. أعزائي المشاهدين، هيكون معايا يعني نجم صاعد وبرام من براعم المميزة جدا في قطاع ناشئين نادي الشمس حارس المرمى المتألق محمد تامر. ازيك يا محمد؟ أهلا بيك في صوت الناشئين. شكرا. ومعانا طبعا نجم الهاندبول أحمد الأحمر، الملقب بأحمد الأحمر القادم عبد الله تامر. ازيك يا بودة؟ الحمد لله. منور. كويس. انت بيقولوا عنك يعني احمد الاحمر يعني انت شارب منه. شكرا. محمد كلمني بقى كده، يعني بدايتك ابتديت في الشمس ولا لعبت قبل الشمس في اي انديه؟ لا انا اول بدايتي كانت في الشمس. كانت في الشمس. مين مرنك بقى؟ دخلت الشمس مواليد كام وكان عندك كام سنه؟ انا كان عندي 5 سنين لعبت مع فريق 2006. نزلت اتمرنت مع كابتن محمد ابراهيم. كانت اول بدايه ليا كحارس مرمى مع كابتن محمد ابراهيم. بعد كده تولاني كابتن فكري صالح الجنرال. طبعا. بعد كده كابتن ابراهيم رياض. مرنك عظماء مدرب يعني حراس مرمى مصر، كابتن فكري صالح تاريخ كبير، كابتن ابراهيم رياض وكابتن ابراهيم رياض علم الحركه وكابتن علي. استفدت من مين اكتر بقى؟ كابتن فكري ولا استفدت من كابتن ابراهيم؟ الاثنين زي بعض. يعني لا ما هو اكيد في مدرب بيبقى يعني له بصمه كده. لا كل كابتن انا خدت منه حاجه. ما فيش حد ما خدش منه حاجه. فيعني هي حراسه المرمى اللي هنا كل حاجه لازم تبقى عندي. وهي اصلا فيها علم تغذيه اصلا، هي علم حركه وعلم تغذيه. طبعا الحركه ده الكابتن ابراهيم رياض استاذ. الحمد لله. والكابتن فكر طبعا يعني جنرال. جنرال.
برافو عليك يا حماد. عبد الله مركزك ايه بقى في الهاندبول؟ باك رايت. باك رايت. شاركت انت في البطولة الأخيرة وشايف كده يعني متألق انت فيها؟ الحمد لله. وكان في ناس كانوا يخنقوني كتير وكانوا بيضربوني كتير. كانوا بيضربوا في الملعب. مش عايزينك تعدي. يعني أصعب فرقة كده اللي لعبت معاها كانت فرقة ايه؟ كانت فرقة الأهلي والجيش. أقوياء جدا. في بنية قوية مواليد 2010. كنا بنحتاج الروح بقى والعزيمة عشان نعرف نكسبهم. كان في ناس كده مش عارفين ياخدوا الحلو. مش عارف تاخد حريتك. احنا كنا فرقة قوية بس هما اللي مش راضيين مش بيديكوا فرصة. لا. مش ممكن دي تكون طريقة لعب الضغط ديت يعني يمكن بيضغطوا عليك كويس. ما دي طريقة لعب برضه يا بودة. وانا برضه سريع جدا وبعرف اعدي بس ما فيش حد بيساعدني يعني. ما فيش حد من صحابك في الفرقه؟ لا. ما فيش حد ياخد مكان. انت تعرف كره الهاندبول يعني بتحتاج القوه، قوه جسمانيه وكمان الفكر كمان بيبقى عالي يعني مش بغض النظر. بس انا بقول لك انت يعني انا ما سالت عنك ولقيت يعني قالوا لي نفس سمات نجم الهاندبول طبعا ومنتخب مصر احمد الاحمر. لكن انا قبل الهوا بقول لك من مثلك الاعلى قلت لي كابتن احمد الاحمر. بتحب طريقه لعبه انت يا عبد الله؟ ايه اللي بيعجبك في احمد الاحمر؟ هو سريع وشوطه جامده وكل حاجه فيه، بيشوط ثباتات من بره كتير وبيجيبها جون، وهو نطته عاليه وبيجيب جون كتير. يعمل جامب عالي وهو بيلعب بالكوره. عنده تفكير رائع وحاجات كتيره. الله ينور عليك يا عبد الله. محمد قول لي بقى كده، انت انضميت لمنتخب القاهره 2006. عامل ايه بقى مع المنتخب؟ الحمد لله. انا طبعا دخلت المنتخب قعدت فتره كبيره طويله بس هم كل شويه يجيبوني ويطلعوني. وحتى كان في سفريه كنا المفروض نسافر الاسكندريه، كان عندنا معسكر هناك. ما بعتوليش وبعتوا لجون الاهلي. مش معسكر ده، كان يوم كده رياضي كده. راحوا الصبح ورجعوا اخر النهار. بس انا اتفاجئت ان الناس الناشئين وكابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن شريف. طيب محمد معانا الكابتن فكري صالح الجنرال على التليفون. مساء الخير يا جنرال. كابتن فكري حبيب قلبي. مساء الخير يا جنرال مدربي مصر والعالم العربي. طبعا الله يخليك يا حبيبي وشرف عظيم ليا ان اكون معاك يا حبيبي. انا اللي ليا الشرف وانا خدت بالك، انا خدت منك وعد واحنا في نادي المقاولين ان انت هتبقى معايا في حلقه، لان احنا فعلا في ازمه حراس مرمى في كبيره قوي في مصر. لا تحت امرك في اي وقت. حبيبي يا كابتن فكري. حبيبي يا جنرال. معايا ابنك محمد تامر حارس مرمى الشمس 2006. اهلا يا محمد. ازيك يا محمد؟ معاك محمد بقى اهوت ومعاك الكابتن. انا كان ليا الشرف ان اتمرنت تحت ايد كابتن فكري صالح الجنرال. طبعا. وهو اللي مؤسسني الحمد لله. طبعا. قامه كبيره. قامه كبيره لمصر طبعا. جنرال يا عبد الله، هو ابني محمد يعني من الخامات اللي انا ما طلب مني ان انا اشوفه. والكلام ده يمكن من فتره 3 شهور او 4 شهور. وجدت واحد عنده طاقه قويه جدا، عنده الدافع. انت عارف ان في حاجه خفيه عند مثلا عصام الحضري اللي هي التحدي والاصرار العزيمه طبعا، ودي اللي فارقه بينه وبين مثلا احمد الشناوي. طبعا. يعني احمد الشناوي ربنا اداله كل مكونات حارس المرمى اللي كان ممكن يبقى له شان عظيم مش في مصر، خارج مصر. معاك مظبوط. ولكن ال3 حاجات دول ما كانوش موجودين عند احمد، وبالتالي بنشوف التاثير. يعني هتلاقيه حتى لاعب في المصري ما فيش بصمه كبيره، لاعب الزمالك ما فيش بصمه كبيره. ليه؟ لان ال3 حاجات دول وانا دايما بقولها علني لان هو ابني وعايز اشوفه احسن واحد في الدنيا. اكيد. فانا وجدت الجزئيه دي موجوده عند تامر. الله يخليك. والجزئيه دي يا ابو كباتن ممكن تصلح اي اخطاء، لان تامر طبعا المدربين اللي اشتغلوا معاه وهو مش ذنبه في البدايه كان في قصور في حاجات كتير. فعلا. فبدات اشتغل معاه في الحاجات
الحاجات اللي ناقصاه ايه، مع ان الدافع اللي موجود عنده اللي هو التحدي والاصرار والعزيمه، وتدي له ميعاد يجي قبليه ويبقى عايز تضغط عليه في التمرين، وساعات كنت بعنفه وساعات كنت بطبطب عليه وساعات بعنفه وهو مش عامل حاجه عشان اشوف التاثير ده عليه ايه النفسي. فيعني انا متوسم فيه لو فضلت بالثلاث حاجات دول متمسك بيهم اللي هو التحدي والاصرار والعزيمه، هيبقى له شان كبير في المستقبل بمشيئه الله. يعني انا بشكرك يا جنرال على المداخله الجميله ديت، وانا زي ما قلت لك التقينا وقعدنا وانت على وعد معايا، لان فعلا في ازمه كبيره يا جنرال في حراس مرمى مصر على فكره، وفي قطاعات الناشئين، وفي شغل كتير لازم يتعمل. اتمنى ان انت تكون معايا، وانا بشكرك يا كابتن فكري على المداخله الجميله دي. شرف عظيم. يا رب يخليك كابتن، بشكرك كابتن فكري. طبعا شهاده عظيمه يا محمد، تعرف الكابتن فكري ده تاريخ طبعا طويل. ليه الشرف اللي يعني لما يقول لقيت في محمد العزيمه والاصرار. يعني انت فعلا كده محظوظ، مدرب يعني حارس محظوظ ان اتمرن عمالقه مصر. الحمد لله. انا بشكرك يا محمد. بعد المداخله ده اكيد مش هقدر اقول لك اي حاجه، لان الكابتن فكري قال كل حاجه. قال انت فيك الكمال كويسه، وقال فيك الاصرار والعزيمه والتحدي، ودي حاجات مش موجوده. يمكن هو ضرب مثل باحمد الشناوي وبعض الحراس. يعني انا بشكرك على وجودك معايا يا محمد، وعلى وعد ان انا اتابعك، وان شاء الله ترجع لمنتخب القاهره تاني وتثبت نفسك. وانا بشكرك جدا. كلمه اخيره تحب توجهها لحد بقى، ماما وبابا مدرب اي حد؟ انا بشكر بابايا طبعا لانه تعب معايا، ويعني هو ساعد برضه في الفتره الاخيره اللي انا ابقى حاجه، وهو من ضمن الناس اللي هو ساعدوني جدا، هو وكابتن علي محمد وكابتن صلاح فتح الله، من الناس اللي تعبوا معايا، وكابتن فكري صالح من الناس اكتر ناس تعبوا معايا في الموسم ده، وهو يعني ده كان اصعب موسم. حبيبي يا ابو حميد. عبد الله، كلمة أخيرة بقى تحب توجهها تشكر بيها مين بقى؟ كابتن محمد عصام. المدرب بتاعك في الهاندبول. هو اللي خلاني في المستوى ده، وهو اللي كان بيشجعني ان انا العب حلو. هو انا كان مستواي وحش في الاول، لكن هو اللي خلاني مستواي حلو الحمد لله. خلاني استغل القوه اللي عندي والسرعه اللي عندي، يعني انا ما كنتش بستخدمها اصلا. انت هالي يا عبد الله، وانا حاسس ان انا يعني انا هبقى سعيد في يوم من الايام ان انت كنت اول ظهور ليك معايا، وحاسس انت يعني هتبقى حاجه كبيره جدا في الهاندبول، وانا حاسس انت كمان هتبقى يعني قائد منتخب مصر في السنوات اللي جايه. ان شاء الله. بشكرك. بشكرك يا حماده. انا بشكر حضرتك. يا رب يخليك يا حبيبي. اعزائي المشاهدين، طبعا هنطلع فاصل سريع لان لا زال لدينا يعني ضيوف كتير جدا. فاصل سريع وهنرجع لكم تاني. ورجعنا لكم من جديد اعزائي المشاهدين، ومعايا طبعا يعني في ضيافتي النهارده براعم قطاع ناشئين نادي نجوم مصر. انا بتوقع ان نجوم مصر هيكون له شان كبير في الفتره القادمه، لانه في دعم مادي كبير، يعني استاذ فايز وكل المسؤولين عن والقائمين على نادي نجوم مصر. برحب بزياد مدحت 2006، ازيك يا زياد؟ الحمد لله تمام. كويس؟ معايا مصطفى محمود 2007، ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا كابتن، عامل ايه؟ الله يخليك يا حبيبي منورني. محمد عماد 2007. الحمد لله يا كابتن. 2007 يا محمد. 2007 الحمد لله يا كابتن. منورنا في صوت الناشئين يا شباب. مرحبا يا رب يخليك. زياد، انت لعبت فين قبل نجوم مصر؟ بسيوطي، بيراميدز، ولا لعبت فين؟ المقاولين. لعبت المقاولين العرب؟ بي ولا الف؟ الف. الف؟ لا، لعبنا يعني اكاديميه المقاولين العرب. قدمت فيها يعني ولعبت فيها. يعني انت دلوقتي مقيد في نجوم مصر. يلا، انت مركزك ايه؟ باك رايت. باك رايت. وانت مصطفى؟ انا بدات الاول في مركز شباب، جه كابتن عبد الرحمن بيدرب في النصر التعدين، اختارنا وكده وادانا النصر التعدين. لعبت سنه ولعبت في المقاولين. المقاولين رحت فتره المقصه، وبعدين رحت بيراميدز فتره، ورجعت ولعبت برضه في المقاولين، وبعدين دلوقتي بقى في نجوم مصر. نجوم مصر. وانت يا محمد؟ انا اول سنه بدات فيها مركز الشباب، بعدين رحت الشبان،
الشبان جبت نادي المقاولون العرب بعد المقاولون العرب ما جت في نجوم مصر. وانت يعني طموحاتك ايه يا زياد كده الفتره اللي جايه؟ نفسك تعمل ايه مع نجوم مصر؟ ان شاء الله كابتن ربنا يوفقنا كده ونتقدم ونتحسن معاهم، يمكن حد يشوفنا وياخدنا. خلي بالك من غير ما حد يشوفك نادي نجوم مصر ده يعني خلال نادي سنك صغير خلال 4 سنين هتلاقيه في الدوري الممتاز. ليه؟ لانه في دعم كويس جدا من الاستاذ المحاسب الاستاذ فايز، وفي دعم جامد جدا يعني بسم الله ما شاء الله. شفت الصور البنيه بتتعمل والملاعب وغرف ملابس وحاجه محترمه يعني، فان شاء الله ربنا يكرمك وتبقى نجم من نجوم مصر ان شاء الله. ان شاء الله. وانت برضه مصطفى ان شاء الله حاطك ايه كده في اللي جاي؟ ان شاء الله دي مستوات مع نادي نجوم مصر، ويعني اعمل حاجه كويسه فيه ان شاء الله يعني. ومحمد نفس ال ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله كابتن ربنا يوفقني واجتهد في تدريباتي وهتعب لحد ما اطلع لاعب كبير زي محمد صلاح وزي ميسي ولاعب كبير قوي. يعني انت ماسك العالم محمد صلاح يعني هو عالميا لكن ابن مصر وفخر العرب. ايوه وابن المقاولين العرب. ايوه. وانت مين ماسك الاعلى؟ انا على المستوى المحلي محمد ابو تريك. اوروبي ابو تريك. الاوروبي رونالدو طبعا. رونالدو. وانت زياد؟ احمد فتحي. احمد فتحي. وعالميا؟ عالميا ميسي. ميسي. انا طبعا عشان ضيق الوقت ان شاء الله، لكن لنا اعداد كتير جدا ولنا لقاءات كتير جدا يا زياد. ان شاء الله. وان شاء الله نغطيكم يا مصطفى انت ومحمد فرقكم بشكل كويس جدا، وهنكون باذن الله في الافتتاح الملاعب باذن الله خلال الاسبوع القادم، وهنعمل لكم تغطيه وهتكونوا معانا متواجدين في البرنامج باذن الله دايما. انا بشكركم على تواجدكم وتعبتكم جاي من بني سويف، لكن هو نظرا لضيق الوقت كان نفسي اقعد معاكم وقت كتير. اعزائي المشاهدين طبعا فاصل قصير وهنستقبل الكابتن فتحي مدير قطاع براعم نجوم مصر ومعاه ايضا برعم من نجوم الجنه. فاصل ونلتقي سريعا. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم من جديد. طبعا هيكون معايا يعني نجم كبير انا بعتز بصداقته، يعني بيأدي عمله بإتقان جدا، لفت الأنظار ليه خلال الفترة اللي فاتت، استعانوا بيه كمدير رغم سنه وصغر سنه، استعانوا بيه كمدير لقطاع براعم نادي نجوم مصر. برحب بالكابتن فتحي عطية. الحمد لله تمام والله. انت اخبار حضرتك؟ الحمد لله. نور صوت المشهد. ربنا يخليك. انا احب اشكر حضرتك واشكر القائمين على البرنامج. بصراحه البرنامج في وقت قصير جدا بس عامل نتائج كويسه جدا. مشاهدين كتار الحمد لله. الله يخليك كابتن. اتفضل. برحب طبعا عبد الرحمن مؤمن 2010. ازيك يا عبد الرحمن؟ الحمد لله. يعني برعم صاعد واعد من براعم نجوم مصر. نورنا يا بود. شكرا. شكرا. كابتن فتحي طبعا في البدايه كده برضو يعني عايزين ندي كل واحد حقه ونقول على القائمين واسماء القائمين على نادي نجوم مصر. والله انا بوجه الشكر طبعا للاستاذ فايز عبد العظيم حسن رئيس النادي، الاستاذ سيد نجيب يوسف، الحاج حسين مسعود امين صندوق، عبد الغني عبد الله برضو ده عضو. الناس دي انا سعيد جدا ان هم ادوني الثقه دي، ان انا في بدايه حياتي برضو ان هم ادوني منصب زي مدير قطاع براعم. دي حاجه بشكرهم عليهم جدا جدا على ثقتهم اللي هي موجوده فيهم ليا انا. انت تستاهل يا كابتن بامانه لان انت مجتهد زي ما قلت في البدايه رغم حداثه يعني سنك، لكن انت بسم الله ما شاء الله عامل شغل كبير. اسمك ابتدى يكبر في بني سويف خاصه، يمكن كان ليك تجارب كتير، لكن طبعا انا واثق ان في قطاع براعم نجوم مصر هتعمل طفره كبيره وانت دؤوب في العمل يعني. والله ان شاء الله اننا بنحاول بقدر الامكان نعمل طفره كبيره، لان الناس دي بتساعدنا بصراحه كامكانيات الموضوع كله يعني الناس قائمين عليه بان هم عايزين يعملوا حاجه فعلا في بني سويف. نادي كويس، نادي محترم باسم نجوم مصر. الناس دي داخله يعني المجال حباه، مش تعمل نادي وبعد كده لا. الاستاذ فايز والناس دي حاجه كويسه جدا وحاجه محترمه جدا. لا وانا عارف كمان الاستاذ فايز، يمكن احنا يعني التقينا قبل كده مره او اتنين، فكره بسم الله ما شاء الله عنده فكر وعنده ثقافه ووعي. يمكن تقابلنا في منتجع الاسيوطي
وقال لي انا بعمل حاجه جامده جدا وهيكون ليها شان كبير اسمها نجوم مصر، واخد ملاعب واخد مساحات كبيره في اول الواسطه مدخل الواسطه اول مدخل واسطه وعامل حتى انا بقول طريق الصوت الغربي ممكن تعمل منتجع كده. بيعمل منتجع عالمي، بيعمل منتجع كبير جدا وملاعب لسه الملعب ان شاء الله رايحين يوم الجمعه ان شاء الله، والافتتاح ان شاء الله تبقى في قريب العاجل ان شاء الله، وحضرتك اول الناس المدعوين شرف ليا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله. لا انا اقصد ان هم عاملين يعني قال لي خلال اربع مواسم من خد تاريخ الاشهار رابعه ثالثه ممتاز بق دوري ممتاز ان شاء الله. هم حاطين اربع سنين عدوهم على ايديك يا كابتن محمد، واضعين خطه هم واضعين خطه ممنهجه ان هم يصعدوا دوري ممتاز في خلال اربع خمس سنين بكتير قوي يعني بالزبط. الخطه موضوع دي خطه سايرين عليها كلنا وخطه ثابته كبراعم كناشئين كفريق اول. كابتن كابوريا برضه عامل شغل كويس لسه بيجمع فريق الاول وعاملين شغل كويس، جايبين صفقات جامده، هيبداوا موسم جامد جدا ان هم يبداوا موسم صعود يعني درجة ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. عبد الرحمن انت مركزك ايه؟ باك يمين. باك يمين. من مثلك الاعلى كده في رمضان صبري. رمضان صبري. وعالميا بتتفرج على ليفربول وبتتفرج على المباراة دي؟ مين بيعجبك بقى؟ محمد صلاح. محمد صلاح. طموحاتك ايه بقى؟ يعني انت كده يعني نفسك تبقى زي محمد صلاح لما تكبر؟ ان شاء الله. ومين مركزك بقى؟ انت يعني دلوقتي انت قلت مركز واخترت لاعب في مركز تاني خالص. يعني رمضان بيلعب كتير يمين الشمال. هو بلعب ساعات بلعب في الشمال وساعات في الروت. ساعات في الروت. عامل ايه معاك؟ هو عبد الرحمن بس عشان هو عشان ناشئ لسه صغير وبورم صغير. فانا عبد الرحمن يمكن اكتشفته من هو تلقائيا في المدرسه في الشارع في الكلام ده كله. انا خدته ومرنته معايا فتره جامده قوي في كنت طبعا مدير التنفيذي للمولى عرف في بني سويف. خدته مرنته معايا فتره جامده قوي ووديته براعم نادي مصر المقصه وماشي بخطه ثابته جدا. هو بيلعب راس حربه، يلعب تحت راس حربه، لاعب كويس جدا. لاعب كويس جدا بس هو طبعا عشان صغر سنه فمش قادر يحدد مين مناسب ليه في المركز بتاعه. انا هو اكيد انت جربت في اكتر من مكان، فهو اكيد ممكن يلعب باك يمين، ممكن يلعب باك شمال، ممكن يلعب فيرويد تحت راسين حربة. انت عارف البرام الصغار ده ما تحددش بيتشكلوا ما تحددش بمراكز حاليا يعني. انت عبد الرحمن يعني حاسس كده ان انت ممكن في يوم من الايام كده يعني تكون مثلا محترف بره، يعني حاطط في احلامك وطموحاتك الكلام ده؟ يعني الواحد لازم يبقى من الصغر عنده هدف. هل انت حاطط هدف يعني؟ مركز فيه؟ ايه هو الهدف بقى؟ اطلع لعيب. اطلع لعيب كورة، تحترف خارج مصر وتلعب في الدوري الأوروبي. إن شاء الله. قول لي بقى كابتن فتحي، يعني يمكن أنت لسه ماسك القطاع قريب، لكن أنا يعني متابعك في أكتر من لاعب تم انضمامهم. يعني هل أنت شايف مثلا البراعم يعني مبشرين بالخير عندك؟ يعني في لعيبه انا شايف اعداد كتيره، يعني انا ما بشوف الصفحات عندك بسم الله ما شاء الله كل في اعداد كتيره من ضمن حديث البراعم نادي نجوم مصر. الفتره الجايه كمان هتبقى ان شاء الله فتره احسن في الانضمام، لان النادي فاتح يعني بابه لاي حد بصراحه، لان احنا بنختار البراعم على اساس ان هو برضه هو نادي استثماري برضه عشان تبقى نحط الموضوع في صوره. طبعا. انت عارف ان البدايات بدايات الانديه دي بتبقى استثماريه. حتى ولي الامر بيبقى عارف الكلام ده كله، لان انت تبقى على قدر المستطاع ان انت تبقى صارح وواضح مع ولي الامر. انت عارف اولياء الامور وعارف التعامل معاهم، لازم يكون عارف ابنه راح فين، هيدفع ايه، هيعمل ايه، كل الحاجات دي بيبقى ملم بيها لولي الامر. فان شاء الله الفتره الجايه يحصل. انا بدايه موسمي هيبقى الموسم الجديد ان شاء الله. يعني انا ماسك حاليا بس شغله كله هيترتب على الموسم الجديد. بدايته انت بتبتدي بقى؟ لا بادئ ان شاء الله الحمد لله بدايه كويسه. تبتدي وتجمع وتعمل قطاع عريض طبعا. وخلي بالك الاستثمار النهارده بقى يعني لغه، ما بقاش حاجه جديده. يعني النهارده اصبح في استثمار في انديه كبيره وكتير فرق ولمستثمرين. فالنهارده لما يعني القيد يكون بمقابل مادي بس كل نادي وبيبقى امكانياته طبعا في حدود اللغه متحدد حسب طبعا. هل هو نادي دوري ممتاز؟ صح. نادي ممتاز بتبقى بتفرق بتفرق في المبالغ. في المبالغ عندنا نادي المولين طبعا كان عامل السنه اللي فاتت واللي قبلها ال 2000 سنه ال 2006 وال 2000 ناجحه جدا. خطوه كويسه للكابتن صبري سمير برضه زميل وصديق عزيز، فخطوه كويسه جدا ليا. اكيد اكيد.
لكن في الفتره اللي جايه بقى، يعني هل انتوا يعني المقابل المادي ده هيبقى شيء اساسي، ولا هل لو جالك لاعب مميز ممكن تضمه؟ هي الحاجه الكويسه فعلا اللي عاملها الست الاستاذ فايز والمنظومه كلها، ان فعلا لو في لاعب مميز ولاعب يستحق ان هو يتأيد والكلام ده كله، لا احنا بنضم اللاعب المميز بدون مقابل. يعني لو في لاعب مميز بيتعب بدون مقابل. قال لي لو في لاعب مميز كمان هو هيستفاد منه، استفاد ويوديك يعني طبعا هيسوقه تسويقه كويسه ويبقى للنادي. يعني هو داخل ايه؟ داخل النادي برضه. داخل ويبقى محسوبه ان هو لنجوم مصر. محسوبه ان هو نجوم مصر، محسوبه ان نادي نجوم مصر. لكن هم هيلعبوا منطقه ايه بقى؟ احنا منطقه بني سويف. بس انا كان زمان قال لي مشاهر عن طريق الجيزه. لا هو التشهير دلوقتي حاليا بني سويف، لكن الموسم اللي فات كنا بنلعب برام جيزه عادي. السنه دي شارك برام جيزه لكن الموسم الجديد خلي بالك حتى في الفريق الاول كمان لو بدا رابع المجموعات بتبقى ضعيفه جدا، يعني يا ده اللي هو باقل امكانيات، لان انت عارف الانديه بتبقى صح. اغلبها مراكز شباب واغلبها انديه ضعيفه. وفي اوقات كمان ما بيبقى في ماتشات في الدوري وينسحب، مش لاقي مواصلات، مش لاقي، مفيش دعم. مفيش دعم بيبقى ساعه في الرابعه، في الرابعه خاصه مش في دعم خالص. انا حاسس ان هو لو استمر الاستاذ فايز اكيد لا هو الاستاذ فايز حط خطه مناجاه للفريق الاول، خاصه يعني ان هو مهتم بيه جامد، لان هو ده المظبوط بتاع ده المرايه بتاع النادي، لان هو لازم ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان ده خطه موضوعه، ان لازم من الاول ندوس نصعد من رابعه لثالثه لثانيه في خلال 3 4 سنين نكون في دوري ممتاز. دي خطه موضوعه في النادي، الناس قايمين عليها كلهم بيشتغلوا بمجهود. حته البراعم كاستثمار، حته الناشئين دي حاجه ثانيه خالص. دي البراعم خاصه والناشئين دي انت ممكن تاخد منهم 1 2 3 4 ضمن الفريق الاول، هو مميز زي ما حضرتك بتقول لسه بتدينا فرصه في الحته دي ان احنا نضيف ناس. خلي بالك كابتن فتحي، يعني بني سويف وخط الصعيد ده كمان يعني كله مواهب، يعني منجم ذهب، عايز بس اللي عارف زي الذهب لما يبقى كده في التراب عايز يتجمع. صح هو احنا عندنا في بني سويف فيوم منيا قصود كل المناطق دي طالع من عندنا ممدوح عبحي، امير عبحي، طالع من عندنا احمد حسن تربه، طالع من عندنا ناس كتير قوي، طالع من عندنا نجوم من بني سويف. يعني مش بقلل من حد، لا احنا عندنا نجوم كتير طالع من نادي بني سويف، ومن بني سويف عندنا عمالقه، عندنا نادي بني سويف دلوقتي دوري ممتاز به ان شاء الله، بيتهيأ برضه للصعود ان شاء الله دوري ممتاز، اول مجموعه بتاعته وتليفونات بني سويف وراها طول الخامس او الثالث، يعني حاجه كويسه قوي. يعني انا معايا بس كابتن فتحي صوره اللاعب يوسف خالد، ده يعني مواليد بلجيكا مصر الجنسيه، يعني يا ريت بس الاعداد يحط الصوره بتاعت يوسف خالد، هو مواليد 2008 لسه جاي مصر، من اللعيبه الجامده جدا 2008 وبيلعب في نادي زد هنا في مصر. يوسف خالد فان شاء الله هيبقى ضيفنا قريب ان شاء الله. اكيد طبعا اكيد هيبقى لاعب كويس في بلجيكا ولسه راجع مصر، اتمنى له كل خير وان شاء الله هيبقى لاعب كويس باذن الله ان شاء الله. انا كابتن فتحي الوقت بيجري معاك بسرعه، لكن انا على وعد ان احنا نلتقي ونبقى المساحه اكبر شويه، لكن انت طبعا يعني عندك انكار الذات وحبيت لدرجه انا قلت لك الوقت بيبقى ضيق، حبيت تجيب افضل برام عندك وقلت لي هم اهم مني. طبعا هم اهم طبعا، دي الحاجه اللي احنا بنخرجها عشان الناس تشوف ان احنا شغالين بخطه ثابته والضمير مع الناس والاولاد. يعني احنا معانا دي اشوف بقى انت عايز. انا احب اشكر طبعا الناس المجموعه اللي شغاله معايا في نادي بني سويف، عندنا في بني سويف كابتن حسن عرسون، كابتن نبيل، كابتن محمد الفل، كابتن حازم، كابتن ايمن سابقا، كابتن ميرن، كل اللي شغالين معايا في القائمين في المولين سابقا، المدير التنفيذي طبعا كنت في المولين العرب عندنا الاول في بني سويف، دي كانت حاجه ثانيه. حاليا دلوقتي انا في نجوم مصر، المجموعه دي ان شاء الله معايا برده في قطاع براعم نجوم مصر، بشكرهم جدا على اللي وقفهم جنبي، بيقفوا يساندونا، بيختاروا براعم كويسه، بيجيبوا ناس، بيحاولوا يدوروا على البراعم الكويسه، على الناشئين. يعني انا عندي برده الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله في ناشئين كويسين جدا هيظهروا في نادي نجوم مصر. انا بشكر الاستاذ فايز، بشكر الحاج سيد، الحاج حسين برضو، الاستاذ عبد الغني، الناس دي سندتني والحمد لله حطوني في مكانه كويسه ان شاء الله، اتمنى ان انا اكون عند حسن ظنهم باذن الله. ان شاء الله انت تستاهل كل خير يا كابتن فتحي، وانا واثق في امكانياتك وعارف ان انت شاطر. يمكن يعني عايز بس طلب، يعني ذكرنا ان انت كنت مدير تنفيذي لاكاديميه نادي المولين، انا بقول ان الامور بتبقى صعبه شويه ولكن انت بتحاول تعمل كارير لنفسك وكيان لنفسك، وانت مجتهد، وبعدين انت طالما
فيك ميزة جميلة جدا بيفتقدها كثير في المجال، وخاصة انت يعني انا بعتبرك ودايما اقولها لك انت نظيف القلب. الحمد لله والله الحمد لله. وربنا هيكرمك. الحمد لله والله. انا واثق في امكانياتك. الحمد لله والله. البشرية والذهنية. لكن القلب ده سبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عالم بالقلوب. اكيد بيرزق ويكرم كل واحد على قد نيته وعلى قد اكيد طبعا. انا بشكرك يا كابتن فتحي. ربنا يخليك يا رب. شكرا لله. وبعتز بصداقتك. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. ان شاء الله نتواصل دايما على خير باذن الله. فهمت تطورك. برنامج صوت الناشئين هو برنامج كل انديه مصر، واحنا تحت امركم في اي وقت طبعا. بشكر حضرتك. مراسلين البرنامج كلهم احنا يعني زي ما انا قلت احنا واخدينها على عاتقنا. مش الدوري ممتاز بس او القسم الثاني، لا كل الانديه ومراكز الشباب كلنا يعني البرنامج في ظهره. طبعا برنامج بيعرض حاجه كويسه وواقف ورا الناس. حضرتك ما بتحش حاجه عن اي حد، واقف في الدرجه الرابعه، الدرجه الثالثه، الدرجه الثانيه، براعم كل حاجه انت بتعرضها. بصراحه حاجه كويسه وحاجه ممتعه جدا، وبرنامجك يعني في اقل وقت زي ما انت شايف كده يبقى فيه نسبه مشاهده عاليه. واتمنى لك ان شاء الله كل خير باذن الله كابتن محمد. ربنا يوفقك باذن الله. يا رب يخليك. اتفضل. انا بشكرك بوده، اشكرك يا عبد الرحمن ونورتني. انت شكلك نمت من النوم. اعزائي المشاهدين يعني يا رب تكون حلقه نالت اعجابكم ان شاء الله على وعد يوم الثلاثاء القادم في 8:11 11 مساء هنكون معاكم صوت الناشئين. معلش عبد الرحمن بقى لخبطني، نام مني شكله كده. انتظروا العاده الساعه 6 صباحا. دمتم في امان الله، تصبحوا على خير.